أصابكم الله، إذا نسي المسلم التسمية على الذبيحة هل يؤكل منها أم لا؟ إذا نسي الذابح التسمية على الذبيحة فليس عليه إثم، لا يأثم، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولكن الذبيحة لا تؤكل لأنها ذبيحة لم يسمى الله عليها، وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل التسمية شرطا في الحل، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، والشرط لا يسقط في النسيان لكن يسقط الإثم. فإذا قال قائل الآكل لماذا لم يأكل من ذبيحة لم يسمى الله عليها نسيانا؟ قلنا لأن لدينا فعلين، الفعل الأول فعل الذابح والثاني فعل من؟ الآكل. الذابح ذكرنا أنه لا إثم عليه لأنه نسي، والآكل الذي يريد أن يأكل من هذه الذبيحة التي لم يسمى عليها نقول لو أكل نسيانا أو أكل جاهلا أنها لم يسمى الله عليها فليس عليه شيء. أما أن يتعمد أن يأكل وقد قال له ربه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فهذا لا يجوز ولو كانت نسيانا. فإن قال قائل إذا قلت بهذا القول أضعت أموالا كثيرة على الناس، لأن نسيان التسمية على الذبيحة يقع إيش كثيرا أو قليلا؟ هو على كل حال قليلا، لكن لو ادعى مدعي وقال إنك لو حرمت متروك التسمية نسيانا أضعت مالا كثيرا، ولنفرض أنها بعير قيمتها 5000 ريال ذبحها نحرها دون أن يسمي الله نسيانا وقلنا لا تؤكل، كم أضعنا من الأموال؟ 5000 ريال. فيقول تضيع أموال الناس بهذا؟ نقول ما لا نضيع أموال الناس، هذا هو حفظ أموال الناس في الواقع، لأن الذي نسي أن يسمي الله على هذه البعير وقلنا لا تؤكل، إذا أراد النحر مرة أخرى ينسى أو لا ينسى؟ لا ينسى أبدا، ولا يمكن أن يقع منه نسيان، بل يسمي أكثر من مرة. نعم، على كل حال ليس في هذا إضاعة مال. وما قولنا إن هذا إضاعة مال إلا كقول بعضهم إذا قتلت القاتل فقد أكثرت القتل، لأن القاتل قتل شخصا واحدا، فإذا قتلته كم قتل؟ شخصان، إذن كثرت القتل. نقول هذا غلط، أنا إذا قتلت قاتل فسوف يرتدع عن القتل مئات من الناس، ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة. وما قول القائل إن هذا إضاعة مال إلا كقول من قال إنك إذا قطعت يد السارق أصبح نصف الشعب أشل، ليس له إلا يد واحد، ليس له إلا يد واحدة. ماذا نقول له؟ نقول بل إذا قطعنا يد السارق امتنع عن السرقة إيش؟ مئات من الناس خوفا من أن تقطع يده، لكن لو تركت القطع صحيح يكون نصف الشعب.